السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال. مبدئيا كده عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني كتير 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 كتير، والله العظيم بجد. فيديو النهارده هيكون فيديو حلو جدا جدا. فيديو النهارده هيكون السيده اللي احنا كلنا بنحبها وبنحبها كمان بجداره. فيديو النهارده هيكون حلو جدا يا غاليه. قبل ما نكمل الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تحط اللايك للفيديو والاشتراك لو انت اول مره تشوفي القناه عندي. يسعدني وجودك معايا وتنوري طبعا عيلتي الكبيره، وبفرح جدا جدا بكومنتاتكم، لايكات كتيره بقى للفيديو وتشجيعكم كده ليا، عشان ان شاء الله بدعمكم وتشجيعكم ليا استمر معاكم. شايفين بقى هنا عملت فكره جميله من شنطه المعالق، حولتها الى ترابيزه بكمود، حاجه كده تحفه، وفي نفس الوقت كمان حطت عليها ديكورات جميله. احنا كلنا اصلا يعني شنطه المعالق بتاعتنا ما عادش ليها اي استخدام، وما عدناش بنستخدمها في حاجات كتيره. في يعني الاول كان يعني مثلا كعروسه كانت الاول بتحط شنطه المعالق دي بره وبتعرضها ومش عارفه ايه وكده. طبعا الموضه دي بطلت من زمان جدا، وبقينا دلوقتي شنطه المعالق دي شبه احنا رامينها خالص يعني. فكرتها عجبتني جدا يعني. بعد كده زي ما انتوا شفتوا هي عندها الستاره، نزلت الستاره عملت لها الخلطه الجباره اللي انتوا شايفينها دي عشان تنظف بيها الستاره بتاعتها بكل سهوله وبكل بساطه. عباره عن ايه الخلطه دي؟ طبعا كربوناتو والصابون، او الصابون اللي هو الفيري، وكمان الميه. طبعا كل ده اتفاعلت، الحاجات دي اتفاعلت مع الميه. فطبعا الكربوناتو زي ما انتوا عارفين، او بصوا يعني بيعمل كده فوران، يعني كلنا عارفين اصلا كمان استخدامه كمان للاحواض والحاجات دي حلو جدا جدا. ودي خلطتها المعتمده، ونسيت اقول لكم ان بتحط كمان خل. دي خلطتها المعتمده اللي هي بتحطها في معظم التنظيفات بتاعتها وفي معظم الحاجات عندها. خلاص بقى خلصت الستاره، هتيجي بقى ايه؟ هي كانت بتنظف المكان اللي هو الانتري او الريسبشن عندها بالصاله زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى التنظيف والتعقيم، هي هنا كانت بتضيف شويه من الخل زي ما انتوا شايفين على الرخام من بره او على السيراميك من بره، بتقول ان هو بيطلع لها كل حاجه، وفي نفس الوقت كمان بيعقم لها الدنيا وبيخلي لها الدنيا زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. طبعا كل دوت يعني هي بقى خلصت كل التنظيف اللي عندها، وخلصت الحاجه بتاعت الريسبشن بتاعها، وقالت بقى طبعا هتعمل طبعا معطر او بتعطر الجو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بعد كده بقى دي الترابيزه بتاعت الانتريه، بما ان هي بتحب اللون الذهبي، او الموبيليا عندها بتجمع ما بين اللون الذهبي واللون الابيض. فزي ما انتوا شايفين رشه الترابيزه بتاعتها، هي كانت الاول لونها ابيض، فقالت تغيرها يعني كنوع من التغيير او كنوع من التجديد باللون الجولد كده زي ما انتوا شايفين. شايفين بقى تقدروا تعملوا كل حاجة. لو انتي نفسك تغيري من شكل الموبيليا بتاعتك او اي حاجة عندك في قلب البيت، تقدري انك انت تغيريها بكل سهولة وبكل بساطة من غير تكلفة كتير. هنيجي بقى هنا لغرفة النوم بتاعتها، وهنا برضو كانت عاملة تنظيف لغرفة النوم. وبما ان بتنظف غرفة النوم، عايزة اقول لكم كمان انا قناتي التانية لسه منزلة فيها فيديو النهاردة لتنظيفات لغرفة النوم، وبدأت بقى تنظيفات انا كمان. يعني هي بتفكرني بنفسي وانا بغسل المرتبة بتاعتي من يومين كده. خش بقى على القناة التانية اسمها حب حياتك وبيتك مع رودي، واسيبها لكم في اول تعليق مثبت تحت، خشوا فيها. ولو انتي مشتركة جديدة عندي، دي قناتي الجديدة بنزل فيها يومياتي وبنزل فيها حاجاتي، فشوفوها وقولوا لي ايه رايكم. وبرده نفس الوضع، غسلت برده الكوشنز او غسلت الخدديات بتاعت غرفه النوم بنفس الوضع كده. وعايزه اقول لكم يعني هي شابو ليها بجد، الفكره حلوه جدا جدا. لو انت خايفه انك انت تدخليها الغساله، ما تخافيش جدا، بس بشرط واحد بس، ان يكون الكوشنز بتاعك او الخدديه بتاعتك تكون فايبر مش قطن، لانها لو قطن بصي باظت خلاص هترميها. ليه؟ لان القطن هيكلكع معاكي وهتبوظ. فما انصحش اي حد ابدا عنده اي مخدة او اي حاجه هيحطها في قلب غساله تتغسل تكون فيها قطن، تمام؟ انت بس لو هي فايبر اعملي كده. هي طبعا زي ما انتوا شفتوا هي غسلتها وطلعت معاها زي الفل، وفعلا الطريقه دي انا مجرباها لان في ناس كتيره بتخاف منها واتسالت فيها قبل كده. جميله جميله جميله. فكره هنا الشنطه وفكره الهدوم، ان هي تنظم الهدوم او تنظم الشنطه بتاعتها زي ما انتوا شايفين بالتنظيم الحلو ده، حلوه جدا برضو انك انت توقفي الشنطه كده بحيث انك انت الترتيب بتاعها من جوه يكون متناسق كده مع بعض، وفي نفس الوقت
يكون شكله حلو، واستغلال كمان للمساحة الضيقة في قلب الشنطة، فاهميني؟ فدي برضو فكرة حلوة جدا، كلنا بنحبها جدا، كلنا بنتعلم منها حاجات كتيرة. السيدة دي اسمها السيدة إليف، فبصوا يعني والله العظيم انا بحبها بكل طرقها وبكل حاجاتها، لانها فعلا فعلا سيدة نظيفة. بصوا يعني كلنا ما نختلفش عن بعض، يعني ما نختلفش عن بعض في اي حاجة، كلنا نضاف وكلنا بنعمل بيوتنا وكلنا بننظف بيوتنا، وكلنا بصوا فينا كل واحدة مننا بتتميز بحاجة او في عندها حاجة بتتميز بيها، واكيد هي بتبقى عارفة الحاجة دي فيها. فاحنا مش بصوا مش وحش خالص ان احنا كلنا ناخد افكار من بعض، وناخد مش افكار بس، لا نتشجع من بعض ونتنشط من بعض. انا شخصيا والله العظيم بتنشط بيكو، وببقى حابة جدا جدا ان انا يعني اشارككم كل حاجة. عجبتني بقى فكرة التنظيف بتاع التويلت ده، أداة جديدة كده، وعارفين نزلت لكم قبل كده فيديوهات كتيرة للمنظمات والتنظيم، الحاجات اللي هي الجديدة اللي بتبقى في الأسواق، عشان بس ساعات انتوا بتأهملوا في الفيديو ده بس، والله العظيم بيكون فيديو فعلا كله أفكار حلوة جدا. يعني كام حاجة هي جابتها هنا في التويلت انا نزلتها لكم قبل كده في فيديوهات تانية، وبجد بجد هي عملية فعلا، فاستخدامها لحاجات كتيرة حلوة. بس هنا خلصت بقى التويلت وخلصنا يعني كل حاجة في التويلت، هتيجي بقى ايه للمطبخ بتاعها. والمطبخ بتاعها اول حاجة هي كانت ابتدت بيها هي التلاجة، زي ما انتوا شايفين احنا كلنا عارفين عنها ان هي بتحب ان هي تشد التلاجة كده بره لما بتيجي تنظف، وتبتدي كده ان هي تنظفها. بصوا بقى هي هنا بتحط شوية من الفري وشوية من الخل، بس انا بصراحة شوية من الفري والمية والخل ماشي، خل تمام تمام ولكن مية كتير او فري كتير انا بخاف كشخصيتي انا، يعني في بيتي او في تلاجتي بخاف اعمل كده. ليه بقى؟ لاني بخاف للتلاجة بتاعتي تبوظ. وانا قرأت كتير في الحتة دي ان ممكن التلاجة ان هي القدر الله فيما بعد ان هي تبوظ بسبب المية دي، لان طبعا التلاجات بيبقى فيها فتحات كده صغيرة، الفتحات الصغيرة دي لو اجى عليها مية بالطبيعي بتربي مش عارفة ايه، بتربي ايه مية تقريبا، او بتربي تلج من جوه من جوه، فبتبوظ التلاجة. فانتوا خدوا بالكم من الحتة دي. انا بالنسبة لي انا كافضل بجيب بخاخة وفيها شوية من المية وشوية من الخل، وبرش كده على يعني بصوا حاجة بسيطة، وبفوطه بقى ناشفه، والمع لمع لمع مره واتنين لحد لما تنضف، ولكن ما بتجرأش ان انا اكب ميه، فاهمين؟ هنا بقى دولاب المطبخ او اي دولاب عندك، هي هنا كانت بتنضف، فهنا كانت بتوريكم ان هي حاطه من فوق بدل الاتربه وبدل ما يكون عندك تراب، لا جابت الاسترتش راب او الاسترتش رول وعملته من فوق كده على التقفيل من فوق. وفي نفس الوقت هي بتوريكم بقى لما هتيجي تنضفي هتشيليه وهترميه على طول، يعني بقى مش هتقعدي بقى تنضفي وتغسلي في الدهون والكلام ده، خصوصا لما بيكون في قلب المطبخ. عارفين ان انا اعرف ناس كتيره قوي عاملين البلكونات بتاعه المطبخ، يعني مثلا ايه لو لها بلكونه في قلب المطبخ وهي مثلا خشب مش الموتيل، بتلف الخشب بتاع البلكونه ده كله بالاسترتش راب ده علشان ما يتزيدش معاها او ما يعملش دهون. انا شفتها كتير والله عند سيدات كتيره في قلب المطابخ بتاعتهم، بس مش عارفه هل هي دي بتكون حاجه كويسه يعني، او بتخلي الشكل حلو ولا ايه، مش عارفه والله. بصوا هنا الحته دي بقى انا جايبه لكم ليها فكره تانية او حاجه تانية هي كانت بتعملها. هنا اول حاجه هي كانت بتنضفها كده زي ما انتم شايفين في المطبخ، يعني هتوريكم التنظيم دلوقتي اللي هي هتنظمه القلب التقفيل بتاع المطبخ. طبعا بصوا عايزه اقول لكم الوحده اللي هي بتاعت المعالق دي بتكون حلوه جدا لما تكوني جايباها منظمه كده، يعني الوحده بتكون جايه منظمه بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، بجد يعني بتخلي لكم كده الدنيا نظيفه وبتخلي لكم الدنيا حلوه كمان. في كنت سألت قبل كده كتير بالنسبه للوحدات او بتاعت المطبخ او التقفيل بتاع المطبخ، احسن حاجه ان انت تعمليها ايه، تعمليها درف كلها او تعمليها ادراج، يعني الاكترية كانت ايه، سألت في اكتر من مرة. انا افضل ان يكون في عندك ادراج زي ما هي عاملة كده كذا درج ورا بعضه، صدقيني هتحتاجيه لحاجات كتيرة، خصوصا لو زي ما هي عاملة كده حطاه جنب البوتجاز،
ده بيكون حاجة حلوة جدا يعني، وحدة أدراج بتكون حلوة جدا. أنا شخصيا في بيتي قريب في التجديدات اللي أنا عملتها، وبرضو شوفوها على القناة التانية هتلاقوني عاملة كده. طبعا هي كانت جايبة الطقم اللي هو الكيتشن، وكان جايبة معاه طقم تاني برضو بيتحط بره. فبقول لكم، فأنا بقى في التجديدات دي عملت كده برضو، عملت وحدة كده بتاعت أدراج فيها 3 أدراج، بجد شالولي حاجات. بس انا عاملاه بقى الدرج اللي ايه، مش اللي هو الصغير لا، عارفين الدرج اللي هو العميق ده اللي هو بيتحط فيه الحلل بقى وكده، عملت 2 درجين كده، والدرج التالت لا عملته وسط كده. عايزين بقى تشوفوا انا مرتباهم ازاي او فيهم ايه. في حبايب قلب كتير معايا على القناة هنا طبعا، متابعيني على القناة التانية، بس انا حبيت بس ايه ان انا اقول لو اي حد مش متابعني على القناة التانية ممكن يروح ويشوف على القناة التانية، يعني هتلاقي كل ده. طبعا هي هنا بصوا، احنا عارفين ان السيده دي يعني بتعشق كده حاجه اسمها تنظيف. هي هنا بتوريكوا السجاجيد الفاتحه، يعني هي قصدت ان هي ترمي المعلقه دي بالصلصه عشان توريكوا ان هي نظفتها بكل سهوله بخلطه التنظيف بتاعتها، اللي هي عباره عن خل والصابون وبيكربوناته، بتحطهم على بعض على شويه ميه وبترشهم كده، سايباهم يعني في بخاخه وبترشهم على اي حاجه عندها بتخللها الدنيا زي الفل. هي هنا بقى كانت بتعمل صلصة طماطم بالفلفل. انا مش عارفة بقى هم هناك يعني بيخلوها عندهم كلها مشطشطة كده، نار نار كده. طبعا هي كلها بتعتمد على القرون الشطة. طبعا هي هنا كانت الغطيان دي او الغطا بتاع البرطمانات حطاها، اللي هي بتديله غلوة علشان تعقمه. ده تعقيم ليه؟ علشان لما تيجي تقفل الغطا على البرطمان يقوم متبرشم معاها زي ما انتوا، او مقفول معاها زي ما احنا ما بنجيبه من بره، عارفين لما هتيجي تفتحه هيعمل نفس التكة بتاعت بره. ده عشان ايه؟ عشان حطت الغطا اولا يتعقم، ثانيا بياخد زي نظام بخار كده، فالغطا يعني ايه بيطلع لفوق كده او بيخش لجوه، مش فاكره بالظبط والله. المهم لما بتيجي تفتحيه بيبقى بيديكي نفس البرطمانات بره. بس هنيجي هنا بقى، اللي هنا كانت بتنظف العربيه بتاعت زوجها، فهي يعني كانت بتقول ان هي بما ان اصلا هي يعني بتنظف كل حاجة، ليه لا ان هي ما تنظفش العربية كمان، لان هم اللي بيقعدوا فيها وهم اللي بيخرجوا فيها وهم اللي بيروحوا فيها. فبتقول عادي جدا بخرج انظفها، هي كده كده هي بتبقى قدام البيت يعني عندها، فبتروح كده بتجيب المنظف اللي هو بتاع العربيات طبعا، وزي ما انتم شايفين بتمشي على العربية كلها ما شاء الله، ادت بقى للعربية غسلة محترمة. يعني لو انت عندك بقى عربية قول لجوزك بص اديني اديني الفلوس، لو انت هتغسل ناوي تغسل العربية هات الفلوس ايدك على الفلوس وانزلي كده تحت البيت، بس ايه نقي وقت بقى ايه ما كنتش حد تحت فيه في الشارع، وانزلي اغسلي بقى العربية بتاعتكم كده وظبطيها وحطي الفلوس في جيبك. اه فيها ايه يعني، ما انت مش اشتغلتي صنايعي ولا ايه؟ طبعا بهزر والله. يعني يا ربنا يا رب يكرم كل واحد باللي نفسه فيه يا رب، ويرزقه باللي نفسه فيه يا رب، اللهم امين. طبعا بنفس الخلطه بتوريكو ان هي بتنظف بيها الهدوم، او الهدوم اللي هي البيضه، وطبعا برعايه شويه بقى من الكلور. يعني بصوا انا عن نفسي شويه كلور كده بيخلوا لي الدنيا تمام في الملابس اللي هي البيضه. طبعا بعد ما عملته كده هتحطه بس ياخد غسله في قلب الغساله بنفس الخلطه. شوفوا بقى الناس اللي معاها بيبيهات وكده، هي بتوريكوا ازاي بتعمل يعني مكان او بيت كده صغنون للبيبي يقعد فيه. عجبتني الفكرة بتاعته جدا جدا، وفي نفس الوقت ريحته. طبعا هي هنا كانت طالعة بقى اجازة او رحلة ليها. بس كده حباب قلبي خلص الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون السيدة اللي كانت معانا عجبتكم. اشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامة.